احيانا الواحد ما بيعرف شو في جواته حتى تجي لحظه مثل هاي. انا بصراحه قضيت 4 سنين وانا عم احاول اتجنب اني اشوف واسمع، لاني عرفان حالي بدي اتاثر كثير، وانا ما لي حامل هيك شيء. بس النص ساعه اللي قضيتها معك انت والولاد دمرت لي كل الاحتياطات اللي كنت اخذها. عن اذنك لحظه. أنا مع الولاد هلأ عم برسم أنا وياهم المسا. ما بعرف إذا رح أقدر أشوفك. طيب خلص 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 أوكي رح أستنى. ماشي خلص أوكي يلا باي باي. بس أنا مالي عم استوعب ليش ما حكيتي لي عنه؟ هذا الموضوع بيخصني مو ضروري احكي لك عنه. لسا بتحبيه؟ ايه رفيق انت ليش عم تسألك هالأسئلة؟ لأنه لازم اسأل، أنا لازم أعرف. لا مو لازم تعرف، نحن رفقات وبس ونحن هيك اتفقنا. لا أنا لازم أعرف إذا لسا بتحبيه ولا لا. وين لوين بدك يعني احكي لك كل شيء؟ نحن ما صرنا بنعرف بعض غير شهرين. شو هي الشغلة بالأيام والأسابيع؟ أنا حاسس حالي إني من 10 سنين بعرفك. معقولة أنت ما بتحسي؟ مالك حاسة إني أنا بحبك؟ ما بدك تقولي شيء؟ شو بدك يعني قول؟ أي شيء. قولي أي شيء. أي شيء حاسة فيه. ما عندي شيء أقوله. لأنك جبانة. أنت خايفة تحبي. خايفة تعيشي. لا أنا مالي جبانة. لا مبلا. أنا كل اللي بدي إياه إنه ما أتوجع، وما بدي وجع حدا معي. شفتي إنك جبانة؟ عيشي اللحظة اللي انت فيها وانبسطي. قيمي هالمخاوف والوساوس من ذهنك. كل هالاحتياطات اللي عم تاخديها مشان ما تتوجعي كلها كلام فاضي. لانه لما واحدنا بيغمض عيونه ما بيقعد بيحس بشي. وطالما عم تفكري انه المرض ممكن يرجع لك فاحتمال كبير انه يرجع لك. لانه العامل النفسي بهالمرض مهم. بابا واختي كانوا متفائلين كثير، كانوا مقتنعين ان المرض ما رح يرجع لهم وانه رح يعيشوا. رفيق انت ليش ما عم تفهمني؟ انا مبسوطه كثير هيك ومرتاحه ونحن رفقات، خلينا نضل رفقات. نعيمك. الله ينعم عليك. كنت بدي اطلب اكل من برا، بس سما قال هي بتعمل سباجيتي بتطير العقل بدها تدورنا اياه. هلا ان شاء الله تطلع طيبه، ما لقيت عندك البهارات اللي انا بستخدمها عاده، بس يعني حاول. الو؟ ايوه معك. طيب. شكرا. شكرا. شوف يا رفيق. دائم؟ لا عم يقولوا بشكل مؤقت لحد ما يشوفوا قرار النيابة والمحكمة. عن اذنكم على اي مشروع؟ لا لا استنى، المعكرونة صارت جاهزة، بتاكل لقمتين وبتروح، بعدين هيك هيك انا ورندا لازم نمشي. لا لا تمشوا استنوني ما رح اطول. صباح الخير. صباح الخير. تفضلي.
ليش هيك مسكر كل شيء؟ افتح دخل شوية ضو هوي البيت. أكيد لسه ما فطرت، أنا رح فوت لجوا أعمل شاي مشان ناكل فطائر سخنين. شبنا رفيق؟ ما بعرف، حاسس إنه الدنيا عم تقسى عليه كثير، أو يمكن هي بالأساس قاسية وبشعة وأنا ما كنت حاسس. أنا لحالي عم أحس هيك. لا وأنا كمان، بس شو بدنا نعمل؟ بدنا نضل عم نحاول ونعيش. اللي عم تقولي لي الحكي، قولي لحالك. أنا عم بحاول رفيق، ليكني عم برسم وعم بعمل معارض وعم بشتغل مع الأولاد الصغار وعندي رفقات بحبهم وبيحبوني. كنت طول الوقت عم غمض عيوني عن كل شيء بشع وقاسي، ما بدي شوف، ما بدي شوف ناس عم تتوجع لدرجة اني اختصيت تجميل. الحقيقة انه الناس اللي بيجوا لعندي ما بيجوز نقول عليهم مرضى، لازم نقول عليهم الزباين، لأنه بيجوا مشان يصيروا أحلى ولأنه عم بتوجعوا. رفيق انتبه، انت هيك مبلش تكتئب والاكتئاب سلال، بس تركت حالك تروح معه ما عاد تعرف تطلع منه. يمكن كل هالشي اللي عم يصير معي عم يصير لسبب، حتى شوف قديشني كنت أناني وحياتي ما إلها أي معنى. رفيق انت هيك كتير عم بتروح لبعيد، بكرة بيخلص التحقيق وبترجع على عيادتك والناس بتنسى وكل شي بيرجع مثل الأول. هلأ شو رأيك تقوم تغير تيابك ونروح نغير جو ونتمشى شوي على البحر مثلا؟ امبارح بالنظارة صار معي شغلة غريبة وقهرتني كتير، تعرفت على واحد سوري، تخيلي انه معترف على حاله انه هو اللي دعس واحد اختيار، بينما الحقيقة هو ما دعسه، اللي دعسته واحدة ست، بس وعدته تعطيه قرشين اذا كان نزل محله، وهو وافق مشان يشتري اكل لاولاده ويعالج بنته اللي مصابه بفشل كلوي. وقتها حسيت قديش الدنيا بشعه وقاسيه، انه هذا الزلمه نفسه اذا شفته قبل بالنهار عم يقطع الشارع وحامل بنته ما كنت رح اهتم فيه ولا كنت رح انتبه له، ورح اتابع نهاري بشكل عادي لاني ما بعرف المأساة اللي وراه. كتر بهاك. أتوقع رح تطلع كتير حلوة هاللوحة. تعرف رفيق، كنت فاكرة أن الوضع رح يكون أسوأ من هيك، كنت خايفة عليك كتير. أنا نفسي مستغرب المشاعر اللي عم عايشة، مبسوط على حالة الفراغ والاسترخاء اللي عايشة. إليك شغلة، أنا ما درست طب لأني بحب. لكن لأن الوالد كان حابب أن يكون دكتور وجراح قلبية تحديداً، بس أنا درست جراحة تشميل. أنت شو كنت حابب تدرس؟
هتستغربي اذا قلت لك كنت حابب اكون مخرج سينمائي، بس طبعا كان هذا الشيء مستحيل، الوالد ما راح يوافق. ليه؟ ابوك كان محافظ؟ لا ابدا ما كان محافظ، بس كان يقول لي بده يشتغل هالشغله راح يموت من جوعه. هلا صار فيك تسافر على امريكا، بتعمل استاج سنه وبترجع مخرج. شغله خلاص ما عاد لي خلق هلا. هلا قدامي خيارين، يا ارجع الشام وافتح حياتي، يا اما اعيش تقاعد مبكر واصرف المصاري اللي جمعته. خير شبك؟ حاسه حالي دايخه. عندك ميزان ضغط؟ لا تمام، 12 على 7 ممتاز. شو هاد؟ شو طارق ايدك؟ لا ماني متذكره اني طارق ايدي، وبعدين وزني نازل مع اني عم باكل منيح. هلا بلا ونونه ما فيك اشي، بس على كل مشان تطمني بكره بنروح بنعمل تحاليل. شبكي؟ قلت لك بلا ونونه. شو طمني؟ مثل ما توقعت ما في شيء. الكريات وسرعه التسفل وضعهم ممتاز. بس اذا حبيت تطمني اكثر فيني اروح عند طبيب اختصاصي. لكن شو هالتعب والدوخ اللي عم تجيني؟ عندك نقص حديد. خلاص انا بكره بدي اجيب لك شويه براد حديد تصفيهم وانت عم تتسلي على الفيسبوك. طب هاي البقعه اللي على ايدي بجوز طلعتيها بدون ما تحسي. ما انا بصير معي هيك. على فكره نسبت انه طلعتي منيحه الحمد لله وما فيك شيء، بدك تراجعي عن كلام امبارح؟ ليش بدي اتراجع؟ يعني بجوز كل هالبوح كان وانت دايخه، فيك تتراجعي اذا حاسه حالك استعجلتي. لا ما استعجلت، بالعكس اخذت وقتي وزياده. على اعتبار انه نحن السوريين هلا صرنا ناس معترين ولاجئين وعايشين بالغربه، فما عاد لنا الا بعض. مشان هيك قررنا انا وسما تكونوا اول ناس بتعرفوا. شو؟ سما رح تنزل على الشام تجيب اغراضها ولوحاتها من المرسم، وبس ترجع رح نخطب. الف مبروك. مبروك عمو. الله يبارك فيك عمو حبيبي، عبال ما نفرح فيك. رفيق الله يبارك فيك حبيبي. اخيرا. اي والله اخيرا، شفتي ما في شجره بتوصل لعند ربها. لك مبروك حبيبتي. جلّة. ديري بالك على حالك. ها وانت كمان وعدني تدير بالك على حالك. هذا الشوفير امين؟ ايه امين، لا تاكل هم، دايما بنزل معه عالشام. شلون انا بدي اقضي هالاربع ايام بدونك؟ مو اربع ايام، اسبوع. معقولة انت هلا صار اسبوع؟ انا كركيبة كتار، بدي ضبط بغراضي وبتسلم المرسم، وكمان بدي جدد الباسبور وودع رفقاتي. طيب ماشي، بعيني الله. عفوا انت سما، ما في غير عشان تنزلها؟ لا ما في غير. ابو ربيع يسلموا ايديك. رفيق لا تنسى تجيب طعم السمكه. لا خلص. دفي حالك منيح، الدنيا برد. ها اول ما تقطعي الحدود احكي معي. حاضر. على فكره لو اخرتي سفرك لبعد محكمتي كنت رحت معك. خلص بسيطه، اول ما تخلص القضيه ونخلص من هالهم نعمل سفره ثانيه. بحبك. انا بموت فيك. Thank you.
خارج نطاق التغطية يرجى المحاولة لاحقا. الرقم الو الو مرحبا. هذي مين؟ انا عم بحكي معك من الشام. حضرتك جوزة للست سما؟ لا انا مالي جوزة، انا خطيبة. مين حضرتك؟ والله يا اخي ما بعرف شو بدي اقول لك. الحقيقة انه نزل هاون على بيتها الانسة سما وقامت انصابت ونزفت كتير على الطريق وما لحقناها، وهلأ الجثة بالمجتهد وما لنا عارفين لمين نسلمها. الحقيقة انا شفت رقمك على جوالك. لك حبيبي السلام عليكم. دير بالك على حالك حبيبي. ها ما تخافي ماما، ومن حكيك بس نصل من الشام. ها باي عمورة، مع السلامة. بقية بحياتك عمورة. الله يسلمك حبيبي. أنا اللي مزعلني كتير إنه المرض اللي كانت خايفة تموت بسببه ما حصل. لما شلت فكرة الموت من رأسها وقررت إنه تعيش حياتها ونزلت عالشام عشان تشيل أغراضها وقامت ماتت. وبالصدفة نصنا مات بالصدفة. Thank you.